عودوا عند حسن ظنكم بينا ان شاء الله. يعطينا ويعطيكم ان شاء الله ياسر بفضل الله. يعطينا ويعطيكم ياسر الصحه والعافيه. الليله لاهي نتكلم عن ثلاث نقاط، ولاهي نحاول كالعاده اني ما نطول عليكم، ونظرا لاني اولا ما عندي ياسر الوقت، ثانيا ملي ما نختار صهاركم انتوما. هذه النقاط ارى انها مهمه، وارى انها يجب ان نتكلم عنها كاملة. النقطه الاولى لا له الشرع عليه وتوب لنا عقونا رجعوا ان شاء الله بث ثاني ياك نوضحوا اكثر توضح للناس اكثر. هذا القرار اللي وهذا نختار رئيس الجمهوريه يسمعوا وراجي من عند الله عن الله يقول يسمع الرئيس ويسمع المواطن الموريتاني ويسمع الشباب الموريتاني. النقطه الاولى نختار نقول رئيس الجمهوريه عن للاسف هذا القرار اللي قبلت وزاره الماليه بما يتعلق باللي قالوا شراء الاجهزه الالكترونيه اللي عاد متوالد وزاره الرقمنه اعلن انه ما عنده، اعتقد انه الظروف اللي قبل بها لانه ما عنده معنى به اللي هذا من الواضح. السلام عليكم. السلام عليكم. تكلمي تحت، تكلمي تحت، تكلم. المهم قال بعدين زبان وزير الماليه. على العموم وزاره الرقمنه وزاره الماليه هذا القرار قبله بعلن جميع الاجهزه الالكترونيه تعود محتكره وتابعه لوزاره واحده، والوزاره تتعامل مع تاجر واحد، والله تاجرين، وحنا عندنا قرابه اكثر من 200 دكان في العاصمه وحدها فيها شي ما خالق الله، وكل واحد معاه 5 عمال ويبيعوا معدلين تجارتهم. هذه 200 رقاش ما نقدروا نحرموها وتعود الامور كامله تحت وزاره هي الوصيه على ذا، وتتعامل احنا ما لنا زويقلين، والهدف معدل له احنا ما لنا فايزين، الهدف معدل له ذا على ان يعود المستفيد لا رقاش واحد والله اثنين اللي هم رجال الاعمال، غير هذه الناس الصغيره اللي في سيكنا راس مالها ما يتخطى 5 ملايين والله 6 ملايين وعندها عمال وعندها مدى معيشتها تروح ضحيه لهذا، وبالتالي تعقب تعود شم قطاع الطرق والله تعود. هذا يجب عن هذا النوع من القرارات اللي يتخذ يندرس. يا الله وزير الماليه يدرسوا، يا الله وزير اللي اقترح هذا والله الوزاره اللي اقترحت هذا تدرسوا ويخلصوا عواقب وشنهي وشنهي النتائج اللي قدوا حق وشنهي. ويا الله مولي رئيس الجمهوريه اللي هو وصي عليه كامل يعود لين يجوه المشاريع والله يجوه القوانين والله يجوه الامور اللي ما هي مدروسه، يتريث هو لين يعرف عواقبها شنو. هذا ما لا تروح ضحيته مده ثانيه مسكينه. انا ماني مطول هون حتى لاني الحقيقه هذا القرار الين جبرت الناس اللي متاثره من هذا الحقيقه اعلنت ولاني ويا الله الموريتانيين كاملين يتعاطفوا معاهم. هذا ظلم ولا يتواسى ولا هو يا الله مده تكحز على السوق فيه رجال اعمال صغيرين وفي شباب يصيروا عيالهم وهذا ويقبل لم تحت ايديهم على اساس ان وزاره اخرى جابت فكره ما عندها معنى. نحن عندنا البطاله وعندنا الشباب ما يشتغل، يلا نعود نلودوا الروايه نوحلهم فيها بدل من نقلعهم تحتهم الامور اياك نعطوهم ماده ثانيه. تاجر رجل اعمال واضح هون ماني قاعد نطول حتى لين عقب ان شاء الله نرجع للقضيه، المستفيد منها معروف والهداف كامل معروف. هذا الموضوع انا مهم عندي ندور نتابعه، وطالب الناس كامله على هذا التجار المسيكينين توقف معاهم وتساندهم الين يرتفع عنهم هذا الظلم وهذا حرام ولا يتواسى ولا يلا مده تسكت عليه بالطريقه هذه هي. هذا موضوع لا نقفله نفوت نرجع له ان شاء الله في حلقه تعود اكثر لا رؤوس اقلام بقيت نعطيها وتو اياك تعلم الناس بها. المساله الثانيه لين نتكلم شوي عن حزب الحاكم اللي هو حزب انصاف، وراني هون طالب منكم كاملين تنشروا هذه الكلمات اللي نقول، وطالب من اللي قالوا القطاعة بعلنهم هذه الرساله اللي لا نمشي عنهم يقطعوها
وينشروها إياك تسمعها موريتاني كامل ويسمعها اللي ما عنده فيسبوك. طالب من الشعب الموريتاني بعلنه لا يقبل رقاش من هذه الناس اللي ضرك معدلة عنها تخطط للنيابيات الجاية والله للبلديات الجاية عنهم يعطوا كاردانيتاتهم. أولا أعرفوا عن هذا حرام، ثانيا أعرفوا عن بطاقتك مسؤول عنها أمام الله، وعن صوتك مسؤول عنه. لا تخلوا حد يخزي بكم، لا تخلوا حد يشري معكم أصواتكم، لا تخلوا حد يشري كاردانيتاتكم. وطالب من الشعب الموريتاني عن هذا البرلمان اللي احنا عشناها خمس عمان واللي ما قد يزي شيء للمواطنين اللي انتخبوه، عنكم لا تصوتوا لأي رقاج منه، أي رقاج منه. وطالب منكم هذه الناس اللي في الحزب اللي للأسف خانت الرئيس وخانت البلد وخانت المواطنين، عنكم ما تعطوهم أصواتكم ولا تصوتوا لهم. هذا طالب منكم ونبقيه يوصل الناس كاملة. نحن ندوروا دماء جديدة وندوروا شباب جدد وندوروا مدة عود على الأقل ما قطوا جربت، إياك عود عندنا أمل جديد، لأن هذا الأمل اللي عندنا حالا بدأ للأسف يتبخر. لأن هذا النواب اللي انتخبوا من الشعب الموريتاني طيلته خمس عمان للأسف إلا من رحم الله خذلوا الشعب الموريتاني وخذلوا التاريخ واحلوا في بناء أنفسهم وركوب السيارات الفارهة وقبيض النيمروات وتخزي بالمواطنين وقلة قبيضهم في تلفون وطافي عنهم تلفونات إلين عادوا يرجوا نحن المدونين اللي ما هم منتخبيننا ولا عندنا بهم علاقة ولا عندنا بهم رابطة إلا عنهم مزينهم عنا نقد نعودوا منبر من لا منبر له. وهذا هو اللي راجل إن شاء الله يجعلنا عند حسن الله. هذا موجب شنو؟ موجب لا يرد عليكم. شفتوا هذا الحزب اللي قالوا حزب الإنصاف اللي أنا تبشرت خير تبشرت خير إلين اللي عاد مرجعيته الرئيس الجمهورية محمد نور الشيخ القجواني، وتبسمت خير والله توسمت خير بهذا الرئيس الحالي حالا اللي جاه هارك حالا اللي عليه، وما زلنا متوسمين فيه خير. يقير هون الرواية لا نشرحها شوي للشعب الموريتاني ياك يسمعها. شفتوا هو حزب فعلا فيه شباب تعرف سياسة وفيه مهندسين وفيه ياسر الشباب اللي مثقف واللي قد يساهم في النهوض في البلد. وما الله قاعد على الشباب اللي تم مؤسس الحزب تأسيس الحزب وهو فيه ويعرف ذا كامل ويعرف على الأقل بعد إلى عاد وقاعد الشباب ما صالحين شيء عندهم الأحقية منهم بعد ليت الحزب الإنصاف يرشح مادة. هذا بعد الشباب اللي كانوا معاه واللي مؤسسين الحزب واللي أعضاء فيه على الأقل بعد ينقبوا بعد على الأقل. يقال الكارثة شنهي واللي جعلني الليلة نتكلم شنهو عني جبرت معلومات دقيقة وجبرت معلومات شبه مؤكدة وقابلها من عند مقربين من 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 من, من هذه الناس اللي فيها الأخبار. أعلن مبارك لك حالا معاتد شباب لا علاقة لهم بالسياسة ولا علاقة لهم بالحزب ولا علاقة لهم بشي اسمه وشنهو، وهم اللي لا يعودوا في النهاية. وهذا نختار نقول للحزب ياكي صانتولو والشباب الحزب ياكي صانتولو مباركين، وهم اللي لا يرشح الحزب. لماذا؟ لأنهم وراهم نفوذ، وهذه كارثة. ونختار رئيس الجمهورية يسمعها، أولا هذا ظلم ولا يلا الرئيس يقبله، ثانيا ما يلا رئيس الحزب يقبله، ثالثا هذا لين يعود ماشي بالصفة اللي هي هذا معناها على أنه ما يقدر صح ولا يقدر يجي على روس. انا هو ما نتكلم عن راسي بيلي، انا اخر من لا يترشح عن طريق حزب الانصاف مازال ماشي بي. انا بدي قلت لكم مساله ومازلت لاين عندها لكم عني حزب، اسمحوا لي نعلي الكلمه ونكررها حزب يتحكموا فيه القواده ويدخلوا شوي بعد دايرين الاخلاق في صيانهم. انا ما نترشح باسمه نهائيا، انا بعد سلم الحباله قال نتكلم باسم واحدين ما يقدروا يتكلموا، نتكلم باسم واحدين ما عندهم منبر يتكلموا فيه، نتكلم باسم واحدين يبقوا يقولوا ذلك ولا ما يقدروا يقولوه لأنهم عندهم شم الأمور يخصهم هما. يقال راجم عند الله عن اللي نقول هو الحق ولا أخاف الحق لومة ولائم يسوى هو شنه ولا فهم أم الإعلام عني ما نبقي خير رئيس الجمهورية ولا نبقي وفق مولانا ونبقي ينجح برنامجه اللي نعرف أنا عنه يلو كان نجح يلو كان جبر مدة توقف معاه يلو كان جبر مدة ساند وتمشي معاه ما نعود له في المرحلة اللي هي. يقال للأسف الرئيس إحنا ما يصمت لنا ولا يسمع اللي نقولوا له. يا غير هذا هو اللي يعقب
يعرف عنه هو الحقيقة، لأن هذا اللي نقوله له يلي كنا قدينا نجبر الرئيس مقريب ما نقوله هون، يقير نقوله بناش بين عزة الوطن وبين عزة هذا الرئيس وبين اللي نعرفه عنه اللي متبارك معاه صادق فيه. قال للأسف ذم مطبات وعواقب هي اللي كانت عن ينجح. أولا الظلم، الظلم ما يعود فيه قاعد ويستحق فيها قد حد ينجح فيها. ثانيا ما نقدر نكحزوا على الشباب يظلوا في الحزب ويمشوا في الأشماس ومثقفين وعندهم شهادات يهمشوا وينقبوا. لا يعطيكم مثال بسيط نعرفكم عنا احنا ما فايتنا شيء. موريتان خالق هو وزير حالا في الحكومه درك حالا، عنده ولد كان في امريكا، كان في امريكا كان يقرا على حساب الدوله الموريتانيه والله على حساب ابوه يقربوه لامن فضلت موريتان، وكان يسهر سهرات على حساب الشعب الموريتاني ولا كان يعدل شيء في امريكا ما هو الحساب حسابنا احنا هذا اللي لا لاعقنا مولانا اللي العياذ بالله خرقناه. إليه خرقت الانتخابات والله عاد له تخرق الانتخابات والله عاد هم تحرك سياسي وترفن له بأنه يلا يدخل نواكشوط وعلى أنه ربما يعود نظرا لأنبوه وزير، وهذا نادم ما يعرف الحزب ولا يعرف الحزب ينقاداش ولا قد تدخل مقر الحزب جاي يقدموه لا يهامه يرشحوه نايب. وهناك من اللي أيضا هناك أيضا بعض من 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 الناس اللي عندها وزن في الدوله للاسف متباركه مع ابنائها اللي ما عندهم تاريخ سياسي ولا يعرفوا السياسه والحزب ما حضروا له ولا ابناؤه ولا وقفوا معاه ولا تعبوا ولا يفاصل شيء يسوي شنو يهيئوا ياك عنهم يرشحوا نواب. هذا حرام وغير منصف ولا يصح ولا يقبلوا حد يسووا منه. هون حد صوت لنوع من الناس يدور مولانا يعذبوا بيها ويدور مولانا يعرف عنكم كاملين انكم ما تستحقوا ما هو ان يسلط الله عليكم قوم يعودوا يعذبوكم ليلا ونهارا، لان هذا ما يقدر صح. نحن ما نقدر نعود، احنا هون ما نقول راسي نقدر نعود يظل يخطى علينا ويندع علينا من اجل تنوير الراي ومن اجل قولان الحق ومن اجل تظهير انجازات الرئيس اللي للاسف الجناح الإعلامي المكلف بها عاجز والله ما هو قاعد يعدل فيها شيء يسوى وشنه. وبالتالي إلي تخرج النتيجة الجيمة الدخرة كانت عايشة بكليماتيزيرات وعايشة ذويتات اللي احنا واحد منا يمشي يعطي شرع إيماني شتقال ما يقدر يشري كورولا وهما راه لكم موريتانيا يا ياسر والله شفتوا احنا هذا والله نتكلمكم على راسي وانا عن نوع من الشباب ياسر الواحد يقيس الخارج يتم يشتقال يشتقال ما تبقى ويلة ما خاض عليها من التعب والفترة والتحصيل والكد والخزو والنعل يجي هون اللي قاع ما يجبر وقت يركبها واللي يجبر كورولا كأنه قاع ملك طائرة يوخذ عليك يشير خلاقه راكب ذويت آخر 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 سيارة تعدلها شركة تويوتا راكبها هو ب 17 سنة وتعود قيمته 56 مليون. هذا راه واركم خطير وحرام ولا يقدر يتماشى بالصفة اللي هي، هذا ما يقدر صح، هذا ما يقدر صح، ولا يقدر يعودوا أبناء الفقراء يقراوا ويبيعوا أماتهم وذهبهم ويبيعوا ممتلكاتهم ياك يقروا أولادهم ويجون الموريتان ولا يجبروا شقله وينقبل واحد ثاني ما مستواه ما لحق باكالوريا ويندار مدير والله يندار في رواية أخرى لا عنه عنده نفوذ بوه وزير والله بوه جنرال والله بوه والي والله بوه هذا ما يتواسى هذا ما يتواسى. والدول دائما نقولها ونكررها ما يقدروا يوقفوا على الظلم، الدولة توقف على الكفر يقر ما توقف على الظلم، هذا نقول لكم هذا ما يتواسى. يشير بأي صفة بأي صفة تعود يشير بو 18 سنة والله 11 سنة والله 15 سنة يعود راكب سيارة ب 56 مليون ما اشتغل ولا حرك ولا الشمس ما يوخذ لها يقعد لا في الليل نعود احنا صالي بجهودنا مصدين ولا بقى شي ما عدلناه من التعب ما انا قادرين نجبروا حتى لواتنا ما انا قادرين نجبرهم في حزيب الشراوي مظلمه مقلوع منا حقوقنا مقلوعه منا. هذا فرصه لينا نقولوه وفرصه لينا نتكلموا به اللي الظلم ما لا يقبلوا رقاش ولا لا يسكت حد عليه. يا جماعه علي نسوي لكم سؤال بسيط، هذا الشاب اللي درت لكم يانس وهون اختار مولي يقول لكم روايه عشان اتكلم معكم الاجهزه الالكترونيه ما عندي قريب يبيع اورديناترات ولا يبيع كلافيات ولا يبيع كارتوشات ولا يبيع شيء يسوى شنو يقدر نوقف دائما مع الحق. قال لي نعطيكم مثال بسيط
قالك شاب درتو يا مسون على البارح عدلت عنه تدوينه شاب انا علاقتي به قصيفه ما يكبر من قدها يا قير ما عندي مثلا ما هو قريب لي ولا اخباري منه شيء يا قير هذا الراجل هذا الراجل من شباب الحزب ومهندس وناجح في امتحان عدلته الدوله ومن حسن حظه هو وجماعه اخرى معاه من اولاد الكادحين واولاد الفقراء عن هذا القرار اللي عدلت الدوله والله عدل الحزب والله عدلت الداخليه عن حد ما عنده 35 فوق خمس تحت 35 سنه ما يقدر يترشح اللي قال له الشباب اللي احنا بعد قاع خذناها يواجع معنا نحن قاع لا الشباب خذناها ما تينا فيها هو وثلاثه اخرين هذا الشباب انا نشهد لهم انا لاني الحزب نعرفه ونعرفه حالا ونعرفه سابق ذا ونعرفه زمن ولا عبد العزيز هو لا نفس الحزب ما تغير فيه شيء يسوى وشم هذا الشباب يقدروا عدوا بيصير يتم اقصائهم وينجاب والوزير والله والجنرال والله والمفوض والله والوالي والله والحاكم ما كان قاعد في الشرطه ولا الفرطه وينقال انت واجينا رشحوا هون مناشد رئيس الجمهوريه عنه يعود منصف وعنه يتقى الله ويعرف عن هذا ما هو العدل وغيره من العدل ولا هو ولا يقدر صح وبالتالي يلا يرعى على اخرته وهذا ما يصح نحن ندور دوله منصفه وندوره وهذا هو اللي مزنين برئيس الجمهوريه الانصاف وحزب يعود منصف ويعود كل رجال يشوف ذاته ويشوف ذا كامل يقال ظلم ما يقدر صح وهذا ما يلا انتم قاعد اللي هم انتم اللي هو رئيس الحزب ورئيس الجمهوريه اللي هو وصي عليه كامل يقال للاسف ولا يتم دائما كرارها الرئيس محمد الشيخ القزواني انا متاكد ولا يتم كل اللي نقولها لكم عني نعرف عنه انسان صادق وعن نيته زينة موريتان ويبقي عدل شيء للبلد يقال للأسف الراجل للأسف ونختاره يسمعها عن بعض وزراه لا عبارة عن وهم ما هو خالد ينقالهم وزراء شراويط ولا عندهم أي مردودية لا على قزوان ولا على الشعب ولا على الدولة ولا على شيء سوى شنو وأكثر خطر على الرئيس من من من, من أكثر خطرهم من إيجابياتهم واللي ذاك انتم تعرفوه وتعرفوا عين على من وتعرفوا كلامي موجه لمن يا قال ما قدر نقول عن حكومه كامله ما هي صالحه فهم وزيرين والله ثلاثه لباس بيهم لا هو بعد الشيء بالفم وراني انا نتكلم لكم ما عندي قرابه بحد وزير اليوم في الحكومه لا قبليا ولا جهويا ولا شيء يسوى وشنو ماني عالم به انا القبيله اللي منها هي قبيله اللي حاز عليها للرئيس الاسباب الله اعلم يشنه وهمشها تهميش لم يسبق له مذي ظلمنا والعبد العزيز وهمشنا وجوعنا وقتلنا وفقرنا يقال بنا عزه موريتانيا ما ردنا عنا انتم ماشيين معاهم دور السلم والامان يقال جل الرئيس وكحاز عليها القبيله الكبيره وهمشها غير ما نشادين اخبارها هذا ياك نقول لكم ياك تعرفوني انا بعد ما عندي حد في الوزاره ولاني مستثني حد على اساس القبيله والله شيء نهائيا يقال بصي والله تاكدت عن فم وزير الله يقدر يعودوا يصلحوا والله يتمشوا مع تعليمات الرئيس والاخر كامل لا شيء من الشراويط لا فائده ذي ترجع وهون نقول الرئيس الجمهوريه عني نطالبوا ونطالبوا الشعب الموريتاني ويظل يتساءل الشعب الموريتاني يدور تغيير هاي الحكومه اللي حقيقه باتت حاجز يمنعنا من الرجال لان مات الامل معاها ومات التفاؤل معاها ومات اي شيء كان ذم من الامل قضات اي هاي الحكومه اللي ما شناها عندها اي مردوديه سوية شنهي وهناك لا يختتم مساله مهمه نختار الرئيس هو اللي يسمعها ونختاركم انتم كانوا تسمعوها الرئيس يوم الخميس قايس روسو ماشي معدل مجلس الوزراء شور روسو يا كاش قالوا هما عنهم لا يعدلوا مجلس الوزراء ياك معدلين مقترح الذي قالوا الزراعة والله دعم الزراعة هذا هو نختار نقوله باص في مواطن موريتاني عن هذا لا قائل به يقول به اللي مجلس الوزراء إنين يعد لا يعدل فروسه معناها عن أقل شيء لا ينتفق بهاي المشية 500 مليون والله 400 مليون لأن 24 وزير لا يتمشي ومعاها رئيس الجمهوريه تعرفوا معناها شنو؟ معناها عند اللي حد كامل مرتبط بلين قال له حزب لانصاف قايس روسو ولا يجوا الكيف ويقيسوا روسو ويجوا التقانت ويقيسوا روسو
ويجوها المعلم ويقص راسه وموريتاني كامله تنصب في راسه وذا كامل ماشي لحساب الدوله. وهذا اكبر دليل مشيت الرئيس سورة مبدقه في قضيه الثروه الحيوانيه اللي ومولت ب 14 مليار. الثروه الحيوانيه منين والمشروع ديك الساعه منين وذا اللي انتج عنه شنو وذا اللي استفدنا احنا منه شنو وذا اللي جبرنا منه شنو؟ ما هو خالي 14 مليار اللي قعدوا يتكلموا عنها وقالوا البنوك عام لا يعطوا ورجال الاعمال لا يعطوا، منين هي الثروه الحيوانيه؟ ذاك المشروع ديك الساعه شو يخلق منه؟ ما هو خالي نفس الشيء ذا اللي يخلق في راسه هو نفس الشيء. لا يمشي الرئيس نعرف احنا انه ذا اللي واحد حق عنده يقير يقترحوا لي اقتراحات ما هي صالحه، هذا نعدلوا قاع في القصر الرئاسي ما حركت ونعطي تعليمات ولا بالضروره عن يتنقل شو راسه ويمشوا معايا الصف والوزاره والحكومه وذا كامل نجمعوا في النهايه هذا الله ينقبض اعطيك معنا سنتين الين يجيب ثمره نكريكم نخلصكم انا ولبنتي. لهذا ما هو طريق النجاح؟ المشاريع لا بد لها من مراقبه ولا بد لها الماده اللي تندار عليها تعود امينه. احنا مضيعنا له هو انت لا تقبل مشروع وتعدله انت داير وزير ما هو امين. احنا حكومتنا اليوم احنا الموريتاني متعارفين نحن عندنا وزراء اليوم كل حد يعرف عنهم ما هم امينين ولا هم صدوقين وبلا عهد ولا يحشموا ولا يكسحوا. انتم تعرفوا هذا انتم تعرفوا الرئيس نحن السبب نختاروه لانه نعرفه انا متاكد انا شخصيا عن محمد وشيخ قزماني انسان صادق يبقي على درش الموريتان وبذل جهوده يا قريد واحده ما تصفل يا واجعه للاسف وراجل ان شاء الله عنه يسمع اللي نقولوا له ويبدا يصحح الاخطاء. وبسيطه حكومه الفيادي نتصلوا معاها وشوف وهذا للاسف باقي ذي لا يخلق روسو يمشي الوزاره يمشي انا قاعد نمشي انا قاعد نمشي وباص فيه انا ماني ماشي لحساب الدوله نمشي لحساب راسي ونجي قبال ونساند الرئيس ونوقف معاه وننعتلو اني معاه وماشي معاه من اجل موريتان يا غير النتيجه البرانيه ما هي تخلق بهذا هو قرار انا رئيس انا قرار نقولهم نواكشو وفرصه ليكم تدرسوا وطبقوه ونوقف مع المواطنين ونساعدهم والوزير الزراعه يمشي شروص وانا رئيس ماني ماشي وذا اللي نقول لك فرصه تعدلوا والوالي فرصه ليك تعدلوا والله ما عدلت من قلاع ومدير بين واحدين اخرين لا بسيط طيب مشي انا ومشي الحزب ومشي ذا كامل وناس فات تكفر هذا ما عنده نتيجه يسوي شيء ولا ارى على انه هو صالح. هذا نفس الشيء اللي يعود كذا مشروع الفايد وتوف انا ما اختم اطول عليكم حتى هذا مختصر وتوف بقيت نقول لكم انا معايا ضيوف ما اخترت لكم نقول هذه الليله ياك تسمعوه اسال الله لكم العافيه ان شاء الله والسلامه وراجل من عند الله عن الرئيس يسمعنا احنا اولاد الكادحين اولاد الفقراء الشباب اللي لن ندخر اي جهد من اجل سلامه هذا الوطن وامنه واستقراره ودعم برنامج رئيس الجمهوريه. والامانه رايكم انا ماني من حزب الحزب انا ماني من اهله انا الرئيس ما دعمته اني منتسب للحزب دعمته لانه رئيس اجماع وطني ومشات معاه موريتانيا كامله ورايت عليه انه انسان صادق ولقيته في 2019 ونعرف عني لقيت انسان قمه في الاخلاق وقمه في التواضع وقمه في قال عزه الشباب وعزه المصلحه للبلد حسب كلامي معاه ونعرف عني اللي سمعت عنده من الكلام نعرف عنه كلام مريح ويريح الصدر وكان كلام مشيت عنه والله خوف من عنده تغمرني السعاده لاني قلت انا باخلاقي على ان موريتانيا جبرت الرئيس اللي كانت تلوذ له يقال للاسف 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 تجري السفن والله بما لا تجري الرياح بما لا تهوى السفن للاسف استعان مده ليست لاهلا للثقه ولا تستطيع ان تنجز اي انجاز الا ما هو الكذب وخداع المواطنين والتبنضي والكلام ولبس فستات وكرافتات وتسدار في الماكسوال.